اهلي ولا زمالك ياخد دوري السنه دي؟ زمالك. الزمالك. زمالك رغم عدم الاستقرار الفني. زمالك بس انا الان من عدم الاستقرار، يعني انا كنت لسه هقول لك يعني قبل ما انت تسال السؤال كنت هقول لك اعتقد ان الزمالك، لكن انا شايف ان في عدم استقرار الفترة دي، في كلام كتير وفيها وفي مدرب هنجيب مين مش هنجيب مين، واللعيبة مشتتة واللعيبة مش عارفة مين اللي ماسكهم، واللعيبة كانت مرتاحة مع فيريرا وبتلعب أساسية مع فيريرا، المجموعة اللي فاتت دخلت كتبت على تويتر وعلى الفيس، عملت مشاكل مع رئيس النادي، رئيس النادي منع حد يتكلم في إعلام أو يكتب حاجة على الفيس أو فدي كلها داخلة في بلبلة. سمعنا مشكلة بتاع إسلام جمال خصم 300,000 جنيه، في مشاكل وفي كلام كتير، طبعا مش مؤشر كويس، مش مؤشر كويس إن تبدأ موسم بمشاكل او بفتره كلها مشاكل واللعبه مشتته، فاللعبه هتروح منتخب اولمبي ولعبه منضمه للمنتخب الاول مش متجمعين. النادي الاهلي شادد حيله دلوقتي، النادي الاهلي بيجمع نفسه جاي، يعني النادي الاهلي جاي عكس السنه اللي فاتت، بدايه النادي الاهلي مش مع كابتن فتحي مبروك، مع جريدو ضيع نقط كتير جدا في الدور الاولاني، ففي جاب كبير جدا بينه وبين الزمالك، لما حب يعوض الدور الثاني مع كابتن فتحي ما لحقش، كان اي ماتش بيخسره او يتعادله خلاص الزمالك فرق وخد دوري. فاعتقد ان البدايات مهمه جدا، بدايات في الدوري الممتاز بالنسبه للفرق اللي هتاخد الدوري او تنافس على الدوري، والفرق اللي هتهبط الدور الاولاني هو الدوري، الدور الاولاني جبت حققت بنقط كتيره ونقط كتيره وفرقت عن المركز الثالث، اعتقد الدنيا هتبقى سهله شويه الدور الثاني. فاعتقد ان الزمالك هيلاقي مش هلي زي السنه اللي فاتت، السنه اللي فاتت كان الاهلي مساعده انه ياخد الدوري، الزمالك كان كويس لكن كان الاهلي مساعده بنتائج الاهلي اللي كان بيخسر فيها وتعادل فيها، كانت ماتشات سهله جدا بيخسرها، خسر من الرجاء وخسر من الاتحاد 4، كان ماتشات كتير جدا يعني نقط كتير كده كان بيفقدها، كان بيساعد الزمالك وهو بيفرق، حتى لو الزمالك جه الدور الثاني او الدور الاولاني فقد 3 نقط او فقد نقطه، لا ده لسه في فرق 8 9 نقط عكس ما يكون انا وهو ماشيين كده نقطه بنقطه. فلما الزمالك بيقع الاهلي بيعدي، الاهلي بيقع الزمالك بيعدي زي لعبه الكاس الموسيقيه، لكن الاهلي ادى الفرصه للزمالك السنه اللي فاتت انه ياخد الدوري، اعتقد ان الاهلي مش هيسيبها السنه دي بسهوله، جايب لعيبه كويسه، حقق خد السوبر، خد طلع ببطوله، يعني طلع ما طلعش من غير بطوله السنه اللي فاتت، ممكن الزمالك لما ما بيطلعش لما بيخسر الدوري تلاقي الزمالك ما ياخدش بطوله يعني عكس الاهلي، الاهلي ممكن يبقى في اوحش حالاته ويتلحم طالع الموسم برده ببطوله، لكن الزمالك الجيل ده معاه جيل محترم، لعيبه كويسه، لعيبه صغيره، عندهم طموح، خدوا ثقه، خدوا ثقه، مش ثقه المكسب، خدوا ثقه البطوله، دي فرق كبير جدا، خلي بالك فرق ان انا اخد بطوله يعني معناها استمراريه في المكسب، فرق ان انا اخد اكسب ماتش واتغلب ماتش واتعادل ماتش وخلاص، لا الفرقه دي خدت على جو البطوله، خدوا دوري وخدوا كاس ونفسه في الكونفدراليه والسوبر، وصلوا مع اللاعبين مع الاهلي وخسروا، فلا عندهم ان هم يحققوا بطوله السنه الجايه، لكن مش تبقى سهله للزمالك. حابب تقول حاجه في اخر؟ لا اتمنى طبعا التوفيق من ربنا سبحانه وتعالى، واتمنى التوفيق في المرحله اللي جايه، وبشكر كل مدرب انا اتمرنت تحت قيادته وتعلمت من اصغر مدرب لاكبر مدرب، بشكر نادي الترسانه، بشكر كل الانديه اللي لعبت ليها، بشكر كابتن شو غريب، هو خدني في منتخب الشباب وعمل اسم محمد الواحد كان من منتخب الشباب، والزمالك اشتراني من عن طريق منتخب الشباب لما رجعت من الارجنتين وخلصوا معانا الترسانه ودفع فلوس ورحت مضيت معانا الزمالك، فاعتقد كابتن شوقي كان له بصمه في حياتي، كابتن حلمي طولان مش عايز انسى حد، كل مدربين اتمرنت تحت قيادته، كابتن حسن شحاته، كل المدربين الاجانب طبعا كلهم بشكرهم ان هم الحمد لله اثروا في حياتي الكرويه في خلال مسيرتي اللي فاتت، اتمنى التوفيق الفتره الجايه في التدريب ان شاء الله.